يهمنا أن نعرف أن هناك نوعان من المد، المد الطبيعي والمد غير الطبيعي. مثلا عندما تقابل شخصا فتقول له السلام عليك، السلام ليست السلم، فهناك مد، مد طبيعي نستخدمه في حياتنا اليومية. ولكن من غير الطبيعي أن تقول له السلام عليك. ولذلك إذا سمعت في كتاب الله عز وجل والسماء بنيناها، فهذا مد غير طبيعي. فكتاب الله عز وجل يحتوي النوعين من المد، الطبيعي والغير طبيعي، أو الأصلي والفرعي. المد الطبيعي يسمى أصلي لأننا نمده أصلا في كلامنا المعتاد، والفرعي يسمى كذلك لأننا لا نمده إلا في كتاب الله عز وجل وبسبب. السبب في المد الغير طبيعي في كتاب الله عز وجل إما أن يكون همزة أو سكون جاءت بعد حرف المد. فإذا جاء بعد حرف المد همزة أو سكون كان هناك حكم بمد غير طبيعي. بإذن الله في الحلقة القادمة سنتعلم ما هي أحكام المد التي يتسبب بها وجود همزة بعد حرف المد. أشكركم وألقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.